اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الاقلام العراقيه في الصحف العراقيه والعربيه والدوليه ونبدا من اهم الاعلام. نطالع في موقع الهيئات البنك الدولي يؤكد ارتفاع نسبه البطاله في العراق خلال السنوات الماضيه. وتصفح في المدى التحالف الدولي عدد قليل من قواتنا يغادر العراق بعد إغلاق المقر البري. وتصفح في كتابات ترامب ينسحب من الاتفاق النووي الكارثي مع إيران ويفرض عقوبات عليه. وفي جزيرة نت نتصفح ردا على ترامب النواب الإيراني يحرق الاتفاق والعلم الأمريكي أيضا. ونطالع في العربي الجديد روحاني ملتزمون بالاتفاق النووي وننتظر مواقف الدول الكبرى من انسحاب ترامب. ونقرأ في القدس العربي تركيا القرار الأمريكي بشأن إيران يزعزع الاستقرار ويثير صراعات جديدة. وأخيرا وليس آخرا نقرأ في الحياة وصول وزير الخارجية الأمريكي إلى كوريا الشمالية. أهلا بكم. لا تتعبوا أنفسكم فالسيناريو معد سلفا بهذا العنوان كتب سامي الزبيدي مقالا في صحيفة الزمان العراقية حيث استهله بالقول من يتصور من العراقيين أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستؤدي إلى تغيير في الخارطة السياسية العراقية وستتمكن أحزاب مدنية جديدة وشخصية وطنية وأكاديمية من الوصول إلى قبة البرلمان لإحداث التغيير الذي يتطلع إليه الشعب العراقي فهو واهم وواهم جدا. فالأمريكان كانوا قد أعدوا سيناريو العملية السياسية للعراق لسنين أخرى قادمة وحبكوه جيدا بحيث تبقى الأحزاب والشخصيات التي جاءت مع الاحتلال هي المهيمنة على المشهد السياسي في البلاد إلى الأمد الذي حددوه لذلك. وليبقى العراق ضعيفا منهكا عسكريا واقتصاديا وماليا ومكبلاً بقروض صندوق النقد الدولي وشروطه لا يقوى على النهوض من كبواته، وليبقى الدمار الكبير الذي أصاب مدن العراق ومحافظاته سنين أخرى دون إعمار حقيقي، وليبقى العراق بدون تنمية ولا يستطيع أن يأخذ زمام أموره ليتجاوز محنه ويبدأ مرحلة جديدة لإعادة البناء والإعمار وتوظيف أمواله للمشاريع الاستراتيجية وإعادة تأهيل بناه التحتية وصناعته وزراعته واقتصاده وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية والبلدية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والحد من البطالة والفقر والجوع والأمراض ومكافحة المخدرات وتحقيق الأمن العام المهم في الاستقرار وتحقيق الإنجازات والمضي نحو التقدم والتطور في جميع المجالات. إن المؤشرات تؤكد بقاء نفس الأحزاب الكبيرة المهيمنة على العملية السياسية وبقاء نفس الوجوه الكالحة التي دمرت الشعب وضيعت الوطن وسرقت أمواله وثرواته وفرطت بأراضيه ومياهه وأوصلته إلى حافة الهاوية وأدخلته في نفق مظلم وأطفأت حتى بؤرة الضوء التي كانت في آخره والتي كانت تشكل الأمل للعراقيين في النجاة والخلاص من المآسي والكوارث. ويضيف الكاتب حتى لا تقوم للعراق قائمة أيضاً ويبقى ضعيفاً مقسماً طائفياً غارقاً في الديون ومستباحاً أمنياً وسياسياً واقتصادياً من إحدى دول الجوار التي جعلت منه حديقة خلفية وسوقاً لتصريف منتجاتها الصناعية والزراعية يستورد منها ما مقداره 15 مليار دولار سنوياً ولا يصدر لها أي شيء فيعزز اقتصادها ويخفف ضغط العقوبات الاقتصادية عليها. وإذا كانت الدورات الانتخابية السابقة قد أبقت على نفس الأحزاب ونفس الساسة يتصدرون المشهد السياسي في العراق ويستأثرون بالسلطة والنفوذ والمال الذي سرقوه.
ينقسم الشارع العراقي قبل الانتخابات المرتقبة المقرر إجراؤها في 12 من أيار الجاري بين مؤيد ورافض في الذهاب إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته، ثم يأتي طرح السؤال الأهم الذي يردد على ألسنة الكثير من العراقيين: لماذا ننتخب ولم يتغير شيء؟ هكذا تتساءل الكاتبة تمارا عماد في مقال بموقع كتابات. لماذا أنتخب ولماذا أدلي بصوتي إن كان الفوز للأحزاب والقوائم والكتل محسوماً منذ الآن لصالح الأغلبية المتفق عليها من قبل الولايات المتحدة وحلفائها؟ على الأقل هذا ما عهدناه خلال السنوات الماضية. لماذا أنتخب وما زالت الوجوه ذاتها من المرشحين متصدرين بحضورهم في مقدمة التكتلات والأحزاب والكيانات السياسية، وكألا غيرهم يصلح لتمثيل الشعب العراقي في مجلس النواب؟ الوقوف على أهم المشكلات وتشريع قوانين ونصوص لتغيير واقع الحال نحو الأفضل. لماذا أنتخب؟ لا يوجد خدمات، لا يوجد فرص عمل، ما زال التيار الكهربائي هو أزمة كل فصل صيف منذ 15 عاماً، ما زالت المستشفيات الحكومية تقدم خدمات متردية، ما زال القطاع المصرفي يعاني من الفساد والصفقات المشبوهة وغسيل الأموال، ما زال المواطن العراقي يقف أمام دائرة التقاعد العامة في بغداد لساعات وأيام في سبيل تمرير ملف راتبه التقاعدي، ما زال القضاء يطبق القانون على ناس ولا يشمل به مرتكبي الجرائم والاختلاسات الكبرى من ميزانية الدولة. لماذا تنتخب وما زالت المادة 4 إرهاب ضمن 50 مواد في قانون مكافحة الإرهاب الذي أقر في عام 2005 في العراق؟ وهذه المادة أخذت تحت بنودها وعاتقها الألف ظلماً، بعضهم مات في السجون من شدة التعذيب والبعض لم يعرف مصيرهم حتى الآن. سيضطر العراقيون وسط كم من هائل من التضليل والإرباك والتداخل إلى تحديد مسار شامل لبلادهم خلال الانتخابات التي ستجري السبت المقبل، من بين مسارات متعددة تجاوزت في هذه النسخة قضايا التمثيل المذهبي والقومي والحزبي لاختيار نمط الحكم وأسلوبه وطريقة النظر إلى المستقبل وأزمة الاختيار في العراق. حقيقة مركبة، هي مركبة بالفعل، ولم يسعى طرف سياسي إلى فهمها بعمق لتسهيل مهمة الناخب، بل تعمد الجميع عبر سياسات وتحالفات خاطئة ومرتبطة إلى تشويش المشهد بديلاً عن توضيحه، بحسب الكاتب مشرق عباس في مقال بصحيفة الحياة اللندنية. يمكن ببساطة القول إن ساحة الشيعية يتنازعها مساران، الأول يتعلق بأسلوب الحكم الذي مثلته حقبة المالكي، وكان سيتعزز هذا المسار لو أن الأخير نجح في جمع الأطراف الشيعية المنسجمة معه في قائمة الفتح التي تمثل بعض فصائل الحشد الشعبي، أو حتى من بين بعض المرشحين والأحزاب المنضوية ضمن قائمة النصر التي يقودها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، الذي لم ينجح بدوره في توضيح مساره السياسي بجمع أطراف مثل قائمة سائرون والحكمة إلى تحالف واضح. الأكثر إرباكاً أن الأطراف التي تمثل المسارين المشار إليهما تطلق تسريبات عن نيتها التحالف ما بعد الانتخابات، لكنها تهمل مجتمعة مقدار التضليل الذي خلفته لخيارات الناخب. وليس بعيداً عن المسارين المشار إليهما، فإن الساحة السنية بدورها تخضع إلى استقطاب ثنائي، أحدهما يفهم التغيير في العراق ومع تغيير الواقع السني بدعم أحد المسارين الشيعيين الأكثر تأثيراً في شكل الحكم ونمطه، والآخر ما زال ينظر إلى الصراع السياسي من زاوية انتظار حسم الصراع شيعياً في الداخل. ويضيف الكاتب: فعلى مستوى الناخبين في المناطق الشيعية ساهمت التحالفات والتقاطعات السياسية في خلق حالة إحباط غير مسبوقة من جدول الانتخابات نفسها، وتم اختصار المشهد في كثير من الأحيان في صراع جناحي
في صراع جناح حزب الدعوة العبادي والمالكي على السلطة، وعندما اختصر الصراع في رغبة حزب في الحفاظ على مكاسبه واستمرار استئثاره بمنصب رئاسة الحكومة، لم يترجم إلى مسارات سياسية أيضا واضحة تتعلق بمستقبل البلاد، فإن كلا الزعيمين ساهم في تضليل الشارع وأربك خياراتها. إلغاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تحريك الشارع الإيراني عكس الشعب الإيراني، عكس ما فعله أوباما عندما تناسى الشعب الإيراني وأعطى المرشد تفويضا سمح للرئيس حسن روحاني للقول إن أمريكا تضعف النفوذ الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط. الكاتب حمد الجيلاني يقول إن إلغاء الاتفاق النووي مع إيران خطوة نحو السلم العالمي، وذلك بمقال بصحيفة العرب اللندني. إلغاء الاتفاق النووي تتعامل معه إيران على طريقة الرئيس الأمريكي باراك أوباما باعتبار الاتفاق سلة المشاكل الدولية مع إيران، بمعنى أن إلغاء أو إبقاء سيظل محور الاهتمام العالمي، وبذلك لن يتعرض النظام إلى المساءلة عن جرائمه وإباداته في الداخل الإيراني، لأنها صلاحيات حصرية متناسين أكثر من 5 ملايين أو أكثر من اللاجئين الإيرانيين تمتلئ بهم دول العالم وقوارب الموت المتجهة إلى إيطاليا واستراليا وغيرها، دون أن ينتبه لهم أحد وسط موجات اللجوء من دول الحروب والجوع. سيستمر تجاهل إرهاب النظام الإيراني واحتلاله لأربع عواصم عربية، كما سيستمر تدعيم شبكة عملائه التي تمتد إلى إفريقيا وكوبا والأرجنتين وفنزويلا، وتتوغل في أوروبا وآسيا بمافيات مخدرات وغسيل أموال وعمليات إرهابية وتجنيد عقائدي خفي ومعلن ستدفع أوروبا بالذات ثمنه من أمنها واستقرارها لانكفائها على علوم سياسية صرفة تصلح للعلاقات والمصالح الدولية إلا مع نظام كالنظام الإيراني. تجديد العقوبات وإلغاء الاتفاق النووي سيؤدي في جانب منه إلى تحريك الشارع الإيراني ضد النظام، عكس ما فعله الرئيس أوباما تماما عندما تناسى الشعب الإيراني وشعوب المنطقة وأعطى المرشد تفويضا سمح للرئيس حسن روحاني مؤخرا للقول إن أمريكا تضعف النفوذ الإقليمي لإيران في الشرق الأوسط، وإن الرد الإيراني على أمريكا يعتمد على خبرة حربها مع العراق. الحقيقة هو يريد أن يقول ما معنى تصحيح الأخطاء ومعالجة الإخفاقات التي أدت إلى هزيمة النظام الإيراني في تلك الحرب مع العراق. توشك طهران في حال نفذت وعيد قادتها بالخروج من الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 المسمى خطة العمل الدولية المشتركة، في حال انسحاب واشنطن منه، وهو ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس على ارتكاب غلطة العمر والدخول في طريق نهايتها غير معروفة أو مضمونة العواقب. هذا ما نشر في مقال نشرته صحيفة العرب الجديد. هيمنت على تعليقات القادة الإيرانيين من المرشد الأعلى إلى وزير الخارجية مروراً بمستشاري المرشد السياسيين والعسكريين ورئيس الجمهورية وجنرالات الجيش والحرس الثوري الدعوة إلى سياسة العين الحمراء والتهديد مقابل التهديد. لم تؤثر الأصوات التي دعت إلى التعقل والمرونة في تخفيف حدة موجة التصعيد، وقد اتسع نطاق تهديدات هؤلاء القادة ليشمل السعودية والإمارات وإسرائيل. تجدد الحديث عن محوها من الوجود وانتقادهم الاتحاد الأوروبي الذي جنح إلى مسايرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية الصواريخ الباليستية والدور الإيراني في الإقليم من دون اعتبار لخلفية الموقف الأوروبي. الإبقاء على الاتفاق النووي وسعى بعضهم إلى تعزيز هذا التوجه بالدعوة إلى استبدال عسكري برئيس الجمهورية الحالي وتشكيل حكومة شبه عسكرية لإدارة المرحلة ومواجهة التحديات الخارجية.
يميل قادة التيار المتشدد في الجيش والحرس الثوري إلى رفع التحدي والدخول في لعبة عض أصابع كما يصف الكاتب مع الولايات المتحدة مع الاستعداد لخوض غمار حرب محدودة مع إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية، بحيث يستعيدون مصداقيتهم وصدقيتهم بعد الضربات الإسرائيلية على مواقع للحرس الثوري في سوريا وقتلها جنودا وضباطا وتوظيفها في مواجهة أكثر من ملف، خصوصا في لجم التحركات الشعبية المتوقعة في ضوء الأزمة الاقتصادية والبطالة والفقر. حدثان أمنيان مهمان استهدفا حركة حماس في الأسابيع الثلاثة الأخيرة على رقعة ممتدة في هذا العالم الأول في كوالالمبور العاصمة الماليزية، حيث اغتيل المهندس الفلسطيني فادي البطش الحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الكهربائية والثاني في قطاع غزة الذي استشهد فيه 6 من كوادر كتائب القسام أثناء عملهم على تفكيك منظومة تجسس إسرائيلية عدها الاحتلال الإسرائيلي البغيض لاستهداف الفلسطينيين في قطاع غزة في العقد الأخير، بحسب بيان لكتائب القسام والذي أفاد أيضا بأن هذه المنظومة كانت تتضمن نظاما مفخخا يقوم بتفجير آلي حين محاولة تفكيك المنظومة، بحسب الكاتب ساري عرابي في مقال بموقع كتابات عن إمكانية المقاومة في غزة تحدث. إن الاحتلال يتعامل بدوره بجدية بالغة مع مقاومة حماس بالشكل الذي لاحظناه، رغم أن المقاومة محاصرة وتفتقر للإمكانيات المكافئة، وكما أنه يشتغل باستمرار على تغطية قطاع غزة استخباراتياً، فإنه يشتغل على الوصول لأي كادر فلسطيني أو عربي في أي بقعة من الأرض، يغذي حركة حماس بالتقنيات أو بالسلاح. وبالنظر إلى التعقيد الذي يحف هذا النمط من العمل الاستخباراتي، أي عمليات الاغتيال في البلاد الأخرى، فإنه غالبا يستهدف بالفعل شخصيات ذات دوري مهم في تسليح حماس. وعلى أي حال لا يبدو أن الاحتلال يتعامل بالجدية نفسها مع أي فاعل فلسطيني آخر، وبينما تسعى حماس لتجنيد ما أمكن من الكفاءات لدعم تقنياتها العسكرية وتحاول كسر الحصار الإقليمي المضروب عليها في هذا المجال، فتتمدد خيوطها حيث أمكن في العالم ومع من أمكن من الكوادر العربية، فإن الاحتلال يفعل الشيء نفسه بالذهاب إلى حيثما اتجهت حماس، فنجده يغتال كوادرها في دمشق ودبي وبيروت وتونس وكوالالمبور وغزة، ويقصف ما كان يقال عنها إنها مصانع لها في السودان، إلا أن المعادلة بالتأكيد من ناحية المعطيات في الواقع تميل لصالح العدو. وعلى أي حال وبصرف النظر عن أي نقاش حول جدوى أو فعالية المقاومة المسلحة أو أزماتها الراهنة، فإن ما يربك الاحتلال فعلا هو وجود قوة تصارعه بجدية حقيقية مهما اختلت موازين القوى، وبمثابرة عالية لا تفتر ولا تعجز ولا تيأس أمام المعيقات الضخمة التي تبدو معجزة حقا. وما نحتاجه اليوم هو النظر بالجدية نفسها لهذه المقاومة والعمل بالجدية نفسها في المجالات كلها. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. بعيداً عن السياسة، أبل في طريقها لأن تصبح أول شركة في العالم تبلغ قيمتها تريليون دولار، مع وصول قيمتها السوقية إلى 920 مليار دولار وامتلاكها سيولة نقدية بمئات مليارات الدولارات بعد 100 مليار من إعادة شراء أسهم متوقعة.
وبهذا الصدد يعتقد رجل الأعمال وارن بافت أشهر مستثمر في بورصة نيويورك أن أبل هي أفضل استثمار حتى بالنسبة إلى أبل ذاتها. وقد رفع بافت مؤخرا حصته في الشركة إلى نحو 50%، ويسانده في ذلك شريكه في العمل تشارلز مونجر بقوله: أعتقد أننا كنا مقيدين قليلا، نتمنى لو امتلكنا المزيد منها. ويشير موقع بلومبرغ الإخباري إلى أن بإمكان أبل بلوغ سقف التريليون دولار قبل نهاية هذا الأسبوع إذا حافظت على زخم الأسبوع الماضي. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.